جزاكم الله خيرا. تقول أختنا: يقول البعض بأن الساعة قد قربت ووقعت بعض علاماتها، فما صحة هذا القول؟ نعم، لا شك أن الساعة قريبة، وأن علامات الساعة قد ظهر كثير منها، وبقي منها ما بقي. على كل حال، الساعة قريبة، كما قال الله جل وعلا: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم علامة على قرب الساعة، قد حصل من علاماتها الشيء الكثير. والله جل وعلا يقول: هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي علاماتها الدالة على قرب وقوعها. ولكن على المسلم أن يستعد بالأعمال الصالحة، ولا يسأل عن وقت الساعة ومتى تقوم الساعة، لأن هذا شيء يختص الله جل وعلا بعلمه، ولم يطلع عليه أحد من خلقه، لا الملائكة ولا الأنبياء ولا أي أحد من خلقه، يختص الله جل وعلا بعلمه، لأنه لا مصلحة للبشر في إطلاعهم عليه، وإنما مصلحتهم في الاستعداد بالأعمال الصالحة والتوبة من السيئات. نعم.